إجا راغب أفندي اللي أخد عقله. وسيارته حلوة بتطير العقل. اتطلعي كيف عم بيتأنزع، عشو شايف حاله؟ شو بدك أنتي؟ هنن مبسوطين مع بعض. ليه شو قلت عنايات؟ تعي لقلك تعي، وقفي على الباب بدي مثل عليهم مثل العادة. شبك زينة، شو لزوم هالحركات؟ صار لي سنين عم بشرح لك ما كنتي تفهمي. فتحي مخك، حاجة غباء. يلا تعالي معي. ماشي ماشي يلا. مثل ما قلت لك فهمتي؟ أخ منك زينة، بدك تستخدميني إلي بهيك لعبة؟ إيه فهمنا عنايات، ليش بتكتري حكي؟ ليكن صاروا على الباب. إيه طيب فهمت. شش. آه يا ظهري، آه يا ربي يا ربي، دخيلك ساعدني. آه يا ربي. أمي شو صار لك؟ آخ خالي عينيات يا ربي ظهري. أنا ما بعرف أمي شو صار لك؟ أمي لقيتها هيك. اهدي شوي ظهري رح ينكسر يا جماعة. قومي أمي على مهلك. قومي تعي. عمهلك عمهلك. سلامة قلبك يا أمي، عمهلك. انزمي وإنتي عم تمشي. عمهلك أمي. عم يوجعك كتير أمي؟ موجوعة. تمام عمهلك. سطحي. تمام. يا الله دخيلك. شو بدي أعمل وأنا لحالي بهالبيت؟ كيف بدي أعيش على هالحالة؟ دائما عم ضل دايخة وكل شوي بدوخ وبوقع على الأرض، وعندي كمان 1000 مرض وعلة. أمي مين قالك رح تضلي لحالك؟ أنت رح تجي تعيشي معي بأنقرة، وهنيك رح يكون حواليك 1000 دكتور وأنا رح كون أولهم. طمنيني هلأ كيف صرتي؟ وكيف بدي يكون كاريس؟ حاسة ظهري مكسور من النص ومو منيحة بالمرة. بسيطة سلامة ظهرك أمي، رح أعمل لك مساج بترتاحي. تسلمي بنتي. تمام. ولا يهمك. اجتني مكالمة ضرورية وأنا رح غسل إيدي حبيبتي، لأنه كنا بالسوق وتجرسموا. راجع لك. شفتي شو رأيك؟ بيعرف منيح قديش متعلقة ببنتي. هل محتال مفكر حاله هيك إنه عم يتزاكى علي؟ شي بيقول بدنا نعيش بأنقرة، وشي بيقول إنه طبيب ورح يضل جنبي مشان يعتني فيني. يا حرام عليك، لك الزلمة ما حكى شي عاطل. لك شو قصتك؟ ليش بتضلي تدافع عنه؟ فجأة طلع بوشنا بعد 10 سنين مثل الشبح، وبده ياخد بنتي مني بهالسهولة. كاريس بنتي أنا، وهي كل حياتي، وما حدا بياخدها مني، وهي بتعتني فيني لموت. اسمعي زينة، صحيح انت اللي جبتيها لبنتك، بس ما رح تخدمك لحتى تموتي. تركيها بحالها هلأ كم سنة، خليها تشوف حياتها وبيتها. حلي عنا، خليها تتزوج بقى، بلكي تجيب لها شي ولاد. شو عم بتخبصي عنايات؟ هي الضمان لإلي، والجوازة ما في أبدا. الله يثبت علينا العقل والدين. شو بدي قلك؟ دفسي. شفتي شو عم بصير فيني؟ شفتي كيف عم بحط حالي بهيك مواقف؟ بس نكبر منصير عالي. وكيف رح أعيش لحالي؟ صرت مثل الطفل. خلص أمي، مانك ختيارة ولسه ما عجزتي، لسه عمرك 60 سنة، وبكرة رح نسافر وندور كتير أنا وأمي الصبية. مزبوط يا خالي؟ ايه طبعاً. آخ يا كاريس، المرض هد جسمي وتعبني، وخلص راح الشباب وقرب الموت مني، وعم بطلب من ربي يعطيني القوة وما أتبهدل قبل ما أموت. بترجاكي لا تقولي هالحكي، أنت كل شي بحياتي وأنت كل قوتي. لازم روح كاريس، فخري ناطرني. إذا لزمك أي شي بس حاكيني أمي. إيه؟ حتى لو كان الوقت متأخر بتحاكيني، أنا دكتورك وبخدمتك. تمام، الله معك ابني، مع السلامة. رح وصلك على الباب. تصبحوا خير. مع السلامة. تصبح على خير. بشوفك بكرة حبيبتي. أكيد.
صار لي 15 يوم جاي على أنقرة ولهلا ما شفتها غير بالمطار. بتعرف قديش عندي شغل وقتي ضيق كتير، انت بتعرف وضعي، ما عاد فيني انطر أكتر وصار لازم اتزوج كاريس. ما رح اقعد باسطنبول غير شهر وعم فكر اخطبها هلا وبعدها برجع على أنقرة. كاريس بتعرف قصة دعوة الطلاق مو هيك؟ لهلا لا. وليش لهلا ما خبرتها؟ يعني شو رح تقلها؟ رح قلها يا فخري، أكيد ما رح ضل مخبي عنها. بالنهاية أنا في عندي بنت، وبعد كل هاي السنين ما صدقت لقيت اللي بحبها، لهيك ما فيني إلا شي هلا لحتى تكون بموقف قوي. والجلسة النهائية رح تكون يوم الاثنين، ما رح روح على المحكمة، المحامي رح ينوب عني. بس هيك عم تخاطر، بالنهاية البنت ما بتعرف إنك كنت متزوج، ورح تنصدم لما تعرف بالولد. بس أنا عزابي من 4 سنين يا فخري، وهلا القانون رح يثبت هالشي. ماشي يا رفيقي، وبالنهاية أنت أضرب مصلحتك، وإذا احتجت لمحامي بعدين أنا جاهز موجود جنبك. الله يكون معك ويوفقك. كل شي صار مثل الحلم راغب، خايفة يصير شي معنا وينزعلنا الموضوع، لأنه أنا حياتي تغيرت، وكأنه شي قوة إلهية عم تقلي صار الوقت إنك تفرحي. يا حسرة على أساس عايشة بتعاسة، عايشة بحضن أمك ببيت دافي ومدللة، شو ناقصك؟ ما فهمت، لا تقتلي حالك عليه. تمام، وأي ساعة رح تجي؟ حلو، وأنا رح كون جاهزة بهالوقت، ناطرتك حبيبي. يعني مفكرة إذا تجوزتي شفتي الجنة؟ بتاكلي وبتنكري مثل القطاط يا كاريس. كاريس! 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 أمي حبيبتي شبك؟ شو صار لك؟ نسيت أخذ دواء السكري، يمكن سكري نزل، رح موت بنتي. يلا خذي حطيها تحت لسانك. يا الله يا أمي، آخ منك. يعني إذا ما عطيتك الدواء ما بتاخديه لحالك معقول؟ ليش عم تعملي بحالك هيك؟ آخ بنتي، ما عم تفهميني، مو شايفة عم بنسى كتير، عم بنسى. بكرة لنشوفك لما تكبري. بس أنا فهمانتك، الأم بتربي لتكبر ولادها، وهي بعد ما تختير ولادها ما بيهتموا فيها، وأنا صاير عم بنسى كتير، وكل يلي عملتي إنك عطيتيني الدواء. أمي أنت شو عم تحكي؟ ليش أنا عم مننك لأني عم بعطيك الدواء؟ يعني عم بتمهدي لي الطريق لأنك رح تتزوجي، وعم بتلمحي لي لأتعود. مو مطلوب منك غير إنك تاخدي دواكي، وما بدي إياكي تعملي شي تاني، ولما بكتشف إنك ما أخدتي دواكي عم بنزعج مشانك، ولأني كتير بخاف عليكي يا روحي، ولأنك أغلى ما عندي. بنتي لا تتركيني. مستحيل أتركك أمي. لا تتركيني. ايه يلا احكي لي يا اختي، رح تدخلي القفص الذهبي؟ صحيح، وعن قريب اختي. بنتي عم ترقص وهي عم تمشي من فرحتها. امي كتير رح ازعل منك اذا بتضلي تحكي هيك. عم بمزح، ما بتتحملي مزح؟ بعدين من حقك تفرحي بالجوازة. طالما عم تخبي عريسك عنا وخايفة عليك لهالقد، ما رح تهربي معه من غير ما نشوفه. ما عم خبي حدا لاني خايفة، راغب كل يوم عم يجي، بس انتي عم تجي على البيت مثل الضيف بالاسبوع مرة، بتقعدي ساعتين وبتروحي، ولو بتجي اكتر وتضلي وقت اطول اكيد كنتي شفتي وعرفتي تفاصيل حياتنا. انتي بتعرفي منيح قديش عندي شغل، وحتى ولادي ما بفضلهم من الضغط، وبشتغل بالبيت مثل الخدامة، شكري الله عم بقدر اجي مرة بالاسبوع. نرجس معها حق كاريس، عندها مسؤوليات، عم تترك بيتها وولادها وبدها تجي لتهتم بامها. لهيك بدي أخذك معي بس اتزوج مشان تضلي عايشة معي، إذا طلعت من البيت بضل بالي مشغول، وبكرة بأنقرة رح نعيش ببيت كبير. اسمعي بنتي، ما حكيت شي قدام عريسك، بس أنا ما فيني روح عيش معكم، مو معقول اترك بيتي. إيه ليش هيك عم تحكي يا أمي؟ اسطنبول ما بتختلف كتير عن أنقرة، وهيك بصير عنا حجة نزور أنقرة كل فترة.
ليكو راغب وصل، رح نروح نشتري غراض للخطبة، ادعولي أنا ما بطول. أنا جهزت لك كل أدويتك أمي، ولا تنسي تاخديهن، بس تطلعوا من عند الدكتور حكوني، أنا وراغب ناطرين نتائج التحاليل مشان نطمن. لو كنتي رحتي معنا على المشفى كان أحسن، بس مقدرة تحضيرات الخطبة هلأ أهم مني. الله يخليلي ياكي، بعدين نرجس رح تروح معك، دكتورك صار له سنين معنا وبيعرف كل شي عن صحتك. ناطرة منكم تخبروني ماشي؟ ماشي بنتي، مع السلامة. يلا باي نرجس. مع السلامة. لازم نعمل المستحيل لما نخلي هالجواز يتم. والله ما بعرف يا أمي، ظاهر إنه تأخرنا لنمنع هالشي، لكي بلشت تحضيرات الخطبة. يلي زعجني أكتر شيء إنهم عم يعملوا يلي بدهم إياه، كمان مصطفى عم يقول حتى ما عم يعملوا لي قيمة ولا كأني صهرن. تمام، أنتوا التنتين ما طلعتوا شبهي بالمرة، اثنيناتكن ما في أغبى منكن ولا أطيب من قلبكن. أنا بشو عم بحكي وإنتي بشو؟ عم بقول هالزواج ما لازم يتم، فهمتي شو عم بقول؟ إيه، وكيف رح نمنعهم؟ كم مرة إجا نصيبة وقلعنا العرسان من غير ما تدرى أختك، مو هيك؟ ورح أعجز على هاد؟ ورح لاقي شي طريقة. بس هالمرة الوضع مختلف، وإنتي كنتي تقدري تطفشي العرسان بكل سهولة، لأنه كاريس ما كانت مفكرة بالزواج، وهي كانت عم تستنى راغب من فترة. كاريس متعلقة فيني ولازم اخترع لي شي مرض خطير. لك يا أمي لا تخليني اضحك، بنتك رح تتزوج من دكتور مشهور، وكاريس وقعت بهالفخ من سنين لأنه ما تركتك وقت عملتي العملية وفسخت خطبتها من راغب. شكلها هالمرة ناوية وما في شي رح يوقفها، وراغب صار أشهر دكتور، ولما رح تخترعي أي مرض أكيد رح يكشفوكي وقتها. بكرة منشوف، من هون لوقتها فرج ورحمة. تفضلي فوتي حياتي. شو رأيك حلو مو؟ ايه حلو، بس هالفستان مو أحلى حبيبتي؟ عن جد كتير حلو، بس حاسة إنه لونه فاقع وهو مناسب لبنت أصغر بالعمر. وشو فيها يعني؟ ليش نحنا مو شباب؟ بجوز لو قبل 10 سنين ممكن. بس نحنا هلأ لازم نعوض السنين اللي خسرناها، وأنتي عم تقولي كبرنا وراحت علينا؟ وإذا مبسوطين رح نضل بعمر 25، وهذا الزواج يعتبر الأول إلنا. يعتبر؟ لا تاخدي على حكي، قصدي لساتنا شباب. لو سمحتي يا أنسة. تفضلي. هذا الفستان كتير عاجبني. تمام، معناها فيك تقيسي. قيسي حبيبتي، رح تطلعي مثل الأميرة بالفستان. تفضلي معي. ماشي. ليش عم تتصلي؟ ايه رح اخطب، وانت من وين سمعتي؟ فادية نحنا منفصلين من سنين، اخدتي 3 بيوت وسيارة، شو بدك كمان؟ اسمعي منيح، بيننا اتفاق والمحامي عم يعمل الاجراءات، خلص كل واحد يكمل حياته ماشي؟ كيف ما فيك تخلي بنتك عند مرت اب؟ بنتي رح تضل معي اخر كل اسبوع، وانت كمان رح تتزوجي. أنا كمان فيني أقول لك ما بقبل تعيش بنتي مع زوج أم، كلامي واضح؟ أنا لازم سكر هلأ، ولا تنسي اتفاقنا، التنين بينتهي الموضوع ماشي؟ طيب بعدين بنحكي.
شو صار راغب؟ عندي مريض صحته تعبت ولهيك متضايق شوي. الله يشفي. وضعه حرج يعني؟ لا مو لهالدرجة، مساعدي عم يهتم فيه. كتير لعبق لك الفستان. عن جد لبق لي؟ لا تضحك العالم علي وتجاملني. هلا بالنهاية العالم رح تضحك حبيبتي، لأنه رح يضحكوا بفرحنا ويشاركوا سعادتنا. بعدين يا أمي، ما ضل غير تبكي مع أنه تحاليلك منيحة. سكري تمك، شو قصدك وليه؟ دكتور مو قالك اليوم تحاليلك ممتازة بالنسبة لعمرك؟ وتحاليلك كأنه عمرك 40 سنة. بعدين الإنسان شو بيطلب من الله غير الصحة والعافية؟ ايه أهم شي الصحة. خليني وقف أدويتي وقتها لتشوفي صحتي، لتصيري تركدي معي من مشفى لمشفى. حاسة فيك وفهمانة وجعك. كاريس ما رح تتزوج، بدها تفهم هالحكي وتنفس كل شي بقوله. بدي إياها جنبي دائما. لا لا، أنا لازم لاقي حل ضروري. شكلك فقدتي عقلك، نخرتي راسي بهالأسطوانة. عن جد ما بتملي أنتي؟ بشو عم تفكري وتخططي يا ثعلبتي؟ ها عم تشبهيني بالثعلب؟ لسانك صار بده قص وما عدتي استحيتي. يلا يلا خبريني. طالما ما فينا نمثل إنه معي مرض لأنه راغب دكتور، بس أنا في شي هلأ عم فكر فيه. شو هو أمي؟ بلش الفضول ياكلني. هاد راغب مو ظهر فجأة بحياتنا من جديد بعد غياب 10 سنين؟ ايه. ايه شو ايه يا هبلة؟ مو نحنا ما منعرف بهالمدة شو كانت حياته؟ بعدين هو وين أمه وأبوه؟ معقول ما عنده قرايب أو معارف؟ واختك كاريس ما حكت لنا شي عنه. تمام، أمي المحققة بلشت. تمام، وصرت تشدي المشاهدين. مشاهدين؟ ضلي عم تتمسخري لشوف. خلي كاريس تروح، وبكرة بس تسافر وتسكن بأنقرة بتشرفي لتهتمي فيني. ليش مين قال عندي مشكلة اهتم فيكي؟ بس بعرف ما فيكي تعيشي بدون بنتك. معناته خلي اختك تتزوج ببساطة، ولنشوف وقتها إذا رح كون عبء عليكي ولا رح تتحملي. يعني عم تهدديني يا أمي؟ تعي وضلي عندي لآخر العمر. بس بتعرفي بيتي كله غرفتين بس، ومساحته صغيرة، يا دوب عم يسعنا أنا وولادي. ماشي فهمت الموضوع عندك أنتي، وأحسن ما تتمسخري على أمك. روحي بلشي دوري على حل من اليوم وفرجينا شطارتك. ماشي يا أمي. مو معقول عن جد نحن مجانين لنحضر للخطبة بهالوقت القصير. لأنه معي 15 يوم لأرجع للشغل، وما رح أرجع على شغلي قبل ما لبسك الخاتم. ما حأخسرك مرة تانية، ما بتحمل يتكرر هذا الشيء. إيش بك راغب؟ أكيد ما حدا رح يخطفني منك. ما بضمن، بلكي خطفوكي مني. بس أمك باينتا مو حابة تروح على أنقرة. للأسف ما بدها تروح، بس رح تنجبر تجي معنا. العناية بأمي كلها علي. بصراحة هي مانا بحاجة لعناية، عقلها وصحتها كتير مناح ما شاء الله. بس ما فيها تعيش بدوني، وأساساً ما فيني أترك أمي راغب، هي حياتي. ليكون ما بدك أمي تيجي تعيش معنا؟ شو عم بتقولي أنتي؟ معقول ما بدي أمك؟ بس عم قلك رأيي فيها كطبيب، وأكيد مو رأيي كزوج بالمستقبل. أمك صحتها منيحة، وإذا بتخدميها بهالطريقة رح تدهور صحتها بكير. لازم تعتمد على حالها وتتحرك. ما فيني، أنا ما عم بسخى فيها، وبعرف يلي عم بعمله هو مرض بحد ذاته. ادخيله ملاك الرحمة أطيب قلب. ما تشغلي بالك، كل شي رح يكون تمام، كله محلول بإذن الله. كتير مبسوط أني شفتك يا نرجس. أخدت إذن مصطفى لأجي، وقلت له ما رح كون على العشاء لأنه أمي عازمة العريس لعنا. عملتي بالأصول؟ يا ريت إجا مصطفى معك. بصراحة مصطفى أخذ على خاطره. إيه معه حق يزعل منا، خصوصاً إنه ما عندكن أب، والأصول البنت تنطلب من الصهر. بس أنتو تفقتوا لحالكن وبدكن تمشوا على العادات الأوروبية. مصطفى بيحب العادات والتقاليد وبيطبقها. معقول نرجس؟ فينا نتفق لحالنا، صرنا بعمر مو بحاجة لرأي حدا. معقول مصطفى لساته عم يدقق على هالشغلات؟ بدل ما تكون سعادتي هي أهم شي بالنسبة إلكم. ابني راغب،
الصراحة كانت مفاجأة إلنا، لأنه كل شيء صار بسرعة، ومثل ما بتعرف في عادات وتقاليد، يعني إمك وأبوك رح يجوا يطلبوا إيد بنتنا؟ طبعاً ماما زينة، أكيد رح يجوا يخطبوها. أمي عمرها 75 وأبي 80 سنة وهنن كبار بالعمر، لهيك قلت لحالي بلا ما يجوا من أنقرة أكتر من مرة. كاريس هيك رأيها؟ إيه؟ ليش أهلك انتقلوا لأنقرة؟ معلوم، لأنه بنتي ما تحكي لنا شي، من وين بدنا نعرف؟ الله يسامحك أمي، ليش هيك عم تحكي عني؟ إيه صح، لما رحت عطشان كيرا كرمال وظيفتي هنن كمان انجبروا يتركوا اسطنبول ويرجعوا لأنقرة. وكمان ما عندك قرايب هون ابني؟ عندي خالتي سامية، ويمكن بتتذكريها، بس من زمان ما شفتها لأنها تخانقت هي وأمي بوقتها كرمال الورتة، وما عاد بدها لا تشوف أمي ولا تشوفني، وما بعرف شو ذنبي. آه، كيف تعمل هيك شي؟ الوحدة لو بتتخانق مع أختها بيضل ابن أختها مثل ابنها. عندها طباع غريبة، حتى مشان العرس مشان حفلة عرس أخي رسول بعتت لأمي وعملت لها بهدلة لأنه بعتت لها بطاقة تعزمها، ومن هالشي باين ما بدها شوفتنا. لساتها عايشة بهديك الحارة؟ هي عايشة ببيتنا القديم، قعدت ببيت أمي اللي خانقتها مشانه، وبعد استولت على البيت كله. مو هذا بيت أهله لراغب نرجس؟ لا، هذا هو بيتهم، تذكرته. إن شاء الله ما تقلعنا يا بنتي. شو؟ ظاهر تراجعتي؟ بعد ما وصلنا لهون بدي اتراجع؟ أكيد جيتنا مو على الفاضي، وبعدين مو معقول تقلع ضيوف من بيتها. يلا روحي. يلا تعي. عمين عم تدوروا؟ مرحبا جارتنا، انت حضرتك ست سامية وبتكوني خالته لراغب؟ وانتو شو بتكون؟ انا ما عاد حاكيتهم من سنين طويلة، هالعيلة خبيثة كتير. نحنا خالتي، بتتذكري خطيبة راغب القديمة؟ نحنا منكون امه واختها. وراغب رجع بعد كل هالسنين وبده يخطب اختي من جديد، ونحنا ما عاد عرفنا عنه شي، وعم يقول ما عنده قرايبين هون، ونحنا منعرفك وجينا لنسألك عنه، وما بدنا نخطبه بنتنا على العمياني. يعني هو طلب ايد بنتكم؟ ايه يا جارتنا طلبها. يلا تفضلوا. نحن منعتذر، الظاهر ازعجناكي. قوليلي هلأ شو بدكم تعرفوا عنه؟ والله يا جارتنا شو بدنا؟ بدنا نعرف كل شي عنه، لأنه بنتنا ما قدرت تنسى راغب، وهلأ راغب لما ظهر فجأة إجا طلب إيده للزواج، وافقت من دون تفكير، وهلأ بعد هالسنين ظهر فجأة إجا وما منعرف أي شي عنه. بلكي منعرف منك أي شي عن حياته، لأنه بنتي ما بتعرف جايين لعندك. لكن أخيراً راغب طلق مرته هالملعونة. ها؟ شو؟ آخر شي سمعتوا عنهم منفصلين وكل واحد عايش ببيت. قلتي مرته؟ راغب كان متجوز؟ وكمان جايب بنت منا، ويمكن صار عمره هلأ 5 سنين. ليكي، نحن ما منعرف شي، ولا بنتنا الغبية دريانة. والله هي مشاكلكن وحلوها. وهو انفصل عن مرته بعدين؟ ما بعرف، ما عندي علم، بعرف انهم عايشين منفصلين. استنوا. بنتي سمعتي شو قالت؟ منيح اجينا. وين بدك تهرب مني يا راغب؟ مفكر تلعب مشاعر بنتي وما رح تنكشف؟ بلكي مخبر اختي بكل هالشي، وهي خبت وما خبرتنا. أخ منك شو غبية، يعني أنت وأختك ما بعرف طالعين عم تشبهوا مين؟ برأيك كاريس معقول تخبي عني هيك شي وما تقلي؟ قيسيها على حالك.
لا، أنا وهي مستحيل نخبي هيك شي. والله بكرة رح تشكروني كتير. في حدا من قرايبينا أنا وأختي عايش قريب منهم ووصل لي هالخبر، وراغب رح يطلق مرته بالمحكمة. يا الله دخيلك، باين وواضح إنه راغب متزوج. ما قلت لك متزوج، قلت رح يطلق مرته. لو سمحتي جارتنا، فيني آخذ هالصورة؟ خدوها بالناقص منا، أختي بعتت لي إياها بلكي نحل الخلاف. لا تزور قبري ولا بزور قبرة، خلصنا. عن جد كتير بتشكرك يا خالتي، شكراً كتير على هالمعروف. والظاهر أختي كانت رايحة لحريق وما عندها علم بشي. ليك يا عيني، إذا ما ضل عندكن شي يلا تيسروا. ماشي ماشي، نحن لازم نروح، وشكراً على هالمعلومة. عن إذنك. يلا الله معكن. يلا تفضلوا، القهوة صارت جاهزة. يسلموا إيديكي بنتي. يسلموا هالإيدين. صحة وهنا. والله لهلأ ما عم صدق. وراغب كيف يخبي هالخبر عنا؟ أنا بعرف بنتي، لما رح تسمع هالخبر ما رح تضل ولا دقيقة واحدة مع راغب. ولهيك أنا ندرت ندر كبير. والله أنت غريبة، ما ضل غير تقومي ترقصي كمان. طبعاً بدي أرقص، لأنه الحظ إجا برجليلة عندي هاي المرة من غير ما تعب حالي وأعمل أي شيء. بس هو عم بيطلق، لا تكبري الموضوع. يا ربي، لك ليش الله باليني بهيك عالم كلهم أغبياء؟ يا غبية، ليش لخبرها إنه عم بيطلق مرته؟ رح خبرها إنه هو متزوج. والله أنا ألعن منك ما شفت. وبرأيي رح تجيبي لحالك شي مصيبة. أمي شبك شوفي؟ قلي لي في حدا مات؟ ليش زعلانين كل هاد؟ كأنه قاعدين بجنازة. تعي فوتي عادي عادي لأشوف. شو؟ بنتي في أخبار سيئة رح تسمعيها مني، وترددنا بالأول إذا لازم نخبرك ولا لا. آخ، بس لما الموضوع بيتعلق بحياتك أكيد لازم نخبرك. حكوا لي شو صاير؟ رح يوقف قلبي من الرعبة؟ شو بكن أحكوا؟ ليش هيك ساكتين؟ أمي حكي لي يلا شو صاير؟ بنتي راغب طلع متزوج. شو؟ أمي أنت شو عم تحكي؟ مزبوط يا أختي، هالزلمة خاين وعم يكذب عليكي. يعني كيف؟ ما عم صدق. وليش لحتى هو يعمل هيك معي؟ ما منعرف يا بنتي، هو مريض نفسي، وفوق كل هاد عنده بنت كمان. عنده بنت؟ مزبوط، عمرها 5 سنين. ليش يا راغب؟ ليش عملت هيك وكذبت؟ وأخيرا خلصنا منه. حسبي الله ونعم الوكيل. حطته قدامي على الطاولة وراحت، وما حكيت ولا كلمة، ما خلتني أحكي معه. مو قلت لك من البداية صارحة بالحقيقة؟ كانت واضحة هالنهاية. هي قالت لي ما فيها تأمن على حياتها وتعيش مع زلمة كذب عليها من قبل ما يتزوجها، ولما عرفت عندي بنت نهت كل شي بيناتنا من دون تفكير.
وما عطتني مجال لحتى خبرها أني منفصل من سنين. أكيد ما حترد علي ولا رح ترد إذا اتصلت فيها. وصل لي كم يوم ناطرة قدام بيتها بس ما عم تطلع أبدا. شو رح تعمل يا رفيقي؟ كتبت لها رسالة يا فخري وشرحت لها كل شي بالتفصيل الممل، وبكرة أنا راجع على أنقرة. بلكي إذا قالت رسالتي بتلين، وقلت لها طلقت بشكل رسمي، كل شي ما قدرت أحكي لها إياه موجود بالرسالة. وهلأ كيف رح بوصل لها رسالة؟ ما عندي حدا بوثق فيه غيرك. بلكي بتبعتها مع ابن أخوك يوصلها، شو رأيك؟ ماشي. كتير موجوع يا فخري لأني ارتكبت غلطة عمري، بس عملت هيك من خوفي أخسر كاريس مرة تانية. بتمنى تسامحني بس تقرأ رسالة، لأني مستحيل أقدر أعيش بعد اليوم من دون كاريس. كتير بحبها يا فخري. طول بالك، إذا الله كاتبها إليك يا راغب أكيد رح تكون من نصيبك، وكله خير إن شاء الله. بنتك حالتها صعبة يا زينة، مثل الوردة الدبلانة، نحفانة وصايرة مثل الخيال. فهمنا، بتنسى. لما توفى أبوه فكرت رح موت من بعده، بس ليكني عايشة وما أحلاني. بكرة تتعود وبترجع لطبيعتها، لأنه مكانها جنب أمها. أي نوع من الأمهات أنتي؟ أوف، فهمنا عنايات، فرحانة وما حدا قدي. شو عم تحكي؟ دقيقة لشوف مين إجا. كاريس، طمنيني كيفك بنتي؟ شوفت عينك خالة عنايات. تتذكري خالة صاحب معرض السيارات يلي تقدم لي؟ بتذكر اسمه كمال. روحي اسألي إذا لساته بده يتزوجني. معقول يا بنتي شو هالحكي؟ أنت مفكرة الجواز قرار بيتاخد بهالسهولة؟ لا والله صعبة، والقرار بده تفكير. راغب، لأني حبيته طلع مو من نصيبي، لهيك قررت اتزوج من يلي شاريني وهذا قراري. طيب رح روح لعنده اسأله. اخيرا فائت حبيبة امها هالحلوة. كتير تعبانة امي، رح ارجع نام. احذري شو صار. اجت رسالة ما بتتوقعي من مين. من مين هالرسالة؟ قربي قربي لقلك، من راغب رح أقراها. آخ، شو صار فيني؟ أضرب أنا وحظي راسي رح ينفجر، بشو أضربه؟ هالبن ضاعت فيها الترباية. يا ريت كنت خلفت كلب، كان أحسن وأشرف منك كاريس. أمي بترجاك يهدي شوي، هلأ بيرتفع ضغطك والسكر. شو هالجوازة؟ كيف بعد ما حبيت راغب كل هالحب؟ ما صار له شهر تاركته بهالسرعة، نسيته وصارت بدها تتزوج من غيره. آخ من حظي الزفت، هالبنت بدها تموتني ناقصة عمر. كرمال الله اهدي يا أمي. اهدي، لا تعملي هيك بحالك، اهدي. شو صاير معكم؟ شو صار لك أمي تقولي رايحة على الموت أنا؟ ليش عاملة بحالك هيك؟ لأنك وحدة مجنونة كاريس. كيف بتلبسي خاتم خطبتك من دون حتى ما تخبرينا كيف؟ لأنه عمري 35 سنة وماني صغيرة وباخد قرار زواجي لحالي. بنتي كرمال تجاكري راغب وتنتقمي منه بتروحي بتدمري حياتك. أنا ماني منيحة أبدا يا نرجس، روحي جيبيلي كولونيا. ماشي يلا أمي.
ست زينة شو جابك لعنا؟ خير إن شاء الله. جيت لأنه بدي أحكي معك بصراحة يا كمال. تفضلي فوتي لجوا. هاتي لشوف شو بدك تحكي لي. بنتي ما صار لمنفصلي عن خطيبة غير شهر، وعقلة أكيد مواعي، وهلأ هي قررت إنها تتزوج منك لتجاكر وتقهر خطيبة الأولاني. كاريس خبرتني بكل شي وما عندي أي مشكلة. ما صارحتك بكل شي، لسه في حكي كمال، لأنه ما بدي بنتي تتزوج منك، مستحيل لو شو ما صار. والسبب؟ يا ابني مو قلت لك عقلة مواعي لشي وهي لساتها مجروحة؟ وهالقرار ما أخدته بقناعة، وكمان أنا كتير مريضة وهي ما فيها تتركني. أنت مريضة؟ هلأ أنت مريضة؟ رح نموت كلنا قبلك وما بصيبك شي. ما بعرف شو عاملة لكاريس، بس أنت مدري شو عاملتي لها، على طول حاسة بخوف وحاجة تلعبي بعقل البنت، ورح أعتبر ما سمعت شي. يا ابني صدقني والله أنت رح تندم راغب شاغل تفكيرك. اسمعيني زينة، لا بقى تتدخلي بحياتنا، عدي ببيتك والتهي بحالك، ما عاد أصبر أكتر من هيك، ولا تخليني أغلط بحقك بشي كلمة. يلا يلا طلعي من هون، روحي. أمي ليش خبيتي هالرسالة وما عطتيني إياها؟ أنت قلتي لي إنه راغب طلع متزوج، وقلتي كمان شفتي مرته وإنكن أخذتوا منها صورة العرس. ليش عملتي هيك معي؟ ما عندك ضمير وما بيهمك سعادتي؟ بعرف إني غلطت بنتي، بس كتير ندمانة، بترجاكي تسامحيني. كنت خايفة، خفت إنك تروحي وتتركيني لحالي. شفتي هو شو كتب لك؟ عم بيقول هو رح يستناكي ورح يضل يحبك ليموت. يلا بنتي يلا اتصلي براغب، ولا تفكري تتجوزي من هذا كمان. أنا ما هتصدقك أمي، ما كنتي شايفة قديش كنت موجوعة؟ بالوقت اللي كنت عم فكر وأكل همك وبديتك على حياتي، كيف سخيتي فيني؟ كنتي عم تتفرجي كيف تركته لراغب وأنتي فرحانة، وراغب هلأ انتهى من حياتي ورح أتزوج كمال. بترجاكي لا تعمليها، هذا كمان رح ياخدك ويتركني، وما بعرف إمتى بشوفك. ليش أمي؟ وأنا كمان بعمل مثل نرجس وبصير بجي زورك بالأسبوع مرة. انبسطتي هلأ؟ شو كنتي متوقعة؟ قلت لك حتجيب البلا لحالك. ما رح يصير هالشي، وكاريس ما رح تتزوج كمال على جستي. السلام عليكم. تفضل كمال اقعد ارتاح. ورق الزواج صارت جاهزة كاريس، والأسبوع الجاي رح نعمل العرس. كأنهم بكرين كتير يا ابني. لا مو بكير يا خالي، صار عمري 40 سنة وكاريس 35، وصار لازم نتزوج ونخلف. وانت شو رأيك حبيبتي؟ كاريس. ها؟ اي امي. انا خلصت فرش البيت، والفيلا كبيرة وفيها مسبح، وبعد العرس رح نسافر على اوروبا لشهر العسل، واكيد ما رح نرجع قبل شهرين. رايحة اعملكن قهوة. انا جاي ساعدك بنتي. وانت يا ست زينة بتعتني بحالك، ولا تعيشي الحلم انك رح تسكني معنا، معارفي وضيوفي كتار وبيضلوا كل الوقت يزوروني، وما بدي تكوني موجودة بيناتهم، وما رح اسمح لك تشوفي بنتك، انا بحدد امتى تشوفيها. وقبلان تتزوج مرة ما بتحبك ورح تخليك تعيش تعيس. واذا كان في ام رح تبكي على الزواج، هي اكيد ما رح تكون امي يا زينة.
وإذا كان في أم رح تبكي على الزواج، هي أكيد ما رح تكون أمي يا زينة. لا 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 يا ربي، دخيلك سامحني، أنا السبب جبرت بنتي تنبلى بهجوازة. أنا طلعت مرة سيئة وكتير أنانية، ورح ضل لحالي، وهو ما رح يخليني شوف بنتي. آه يا ابني راغب، كان بده يخليني أعيش ببيته مثل الملكة، وهلأ أنا يلي جبت كل هالبلا لحالي. آه يا ربي سامحني يا رب، أنا تبت توبة 40 مرة يا ربي، بترجاك تسامحني. زينة. فيكي تيجي بأي وقت أمي، وبأي وقت بتنورينا. طبعاً طبعاً بتشرفينا أمي، مكانك ببيتك جاهز وناطرك، وإذا شي يوم مليتي بإسطنبول بدي تتأكدي إلك بيت بأنقرة. ونرجس رح تبعت لنا تحاليلك أول بأول، يعني لو كنت بعيدة عنك رح تكون عيني دائماً عليكي. بكفي شوفكم مبسوطين، وما بدي شي تاني من هالدنيا. سامحيني يا أختي الغالية. سامحتك أختي، ديري بالك عأمي، وأنا دائماً رح كون جنبكم. نرجس بخاطرك، مع السلامة. بنتي دعي لنا أمي. الله يخلي لنا ياكي. Thank you.
سيدي ما بنقدر نكفي بالسيارة، طريق مقطوع. مثل ما لك شايف الأرض بتبلش من هون، تقدر تزرع اللي بدك يا فيها، ما رح تلاقي أحسن منها، بس بدها شوية اهتمام مو أكتر. تفضل من هون، فينا نختصر الطريق. ماشي. مو هذا حسين؟ ايه صح. ما بعرف اذا بتتذكر بس كان مثل الجبل. مين كان متخيل هيك يصير فيه؟ شو عم يسوي؟ ولا شي، عايشين على حافة أبرون. ها ليكو، هذا الخادم نعمان، هو الوحيد اللي ضل فيه عقل بين كل أهل الضيعة. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا يا مختار، شرفتونا. أهلا وسهلا، كيفك؟ شو أخبارك؟ شكرا لك السيد جميل. استغفر الله يا أستاذ، مو معقول خليك تبس لي إيدي. الأستاذ بيكون ابن إبراهيم. إبراهيم تشنار؟ لا، إبراهيم كانكوش. لكن زارنا ابن كانكوش. أهلا وسهلا يا ابني. والله انبسطت فيك قد الدنيا. لكن أنت ابن إبراهيم كانكوش. كان هيك قده لما يجي لهون، وهلأ صار رجال كبير ما شاء الله. ليش هيك صاير بالعالم؟ هاد يلي الله كاتبه. كل حدا بهالحياة يا ابني رح يعيش يلي بينكتب عليه. ايه تفضلوا، لا تضلوا واقفين، يلا تفضلوا خلينا نضيفكم. ما تواخذونا أمانة، بس لأنه ما في حدا أجا زارنا من زمان، لا جهزنا للضيافة ولا رتبنا. يلا هلأ المهم تعدوا ونشوفكم، اعتبروا حالكم من أهل البيت. أهلا وسهلا بالوجوه الحلوة. أهلا فيكي، شكرا لألي. إيه لكن أبوك إبراهيم وينه؟ كيفه؟ لا تقلي حافظه بصم، أكيد بيكون باسطنبول. كيف صحته؟ يا عمي أبي عطاك عمره. شو عم تحكي؟ معقول إبراهيم يكون راح هيك؟ يا الله يا الله، العمر إلك حبيبي يا ابني.
والله تعذب كتير قبل ما يموت، الله يرحمه. آخر شي طلبه يجي لهون. ما بتصدق يا عمي قديش كان يحب هذا المكان، بس ما كان بيقدر إنه يجي. الله يرحمه، هيك أريح له. أكيد هيك أريح له، الله يرحمه يا ابني. هالحياة كتير صعبة، ما حدا بيعرف فينا شو مكتوب عليه. بس ترك معي وصية متدين من عمي حسين، وخبرني قبل ما يتوفى إنه ما رح يرضى علي إذا ما رجعت له إياه. شو متدين منه؟ عمي حسين بيعرف. ما بيتذكر؟ مو شايف بعينك؟ وضع عمك حسين صاير أسوأ. أبي بعتني أدرس باسطنبول من لما كنت صغير، ما بتذكر كل شي، بس ما بتوقع هيك كان الوضع. في شي غريب، حتى عمي ما بتذكر هيك شكله. إيه والله يا ابني، كل شي متغير. انت ما بتتذكر كيف كانت عيشتنا وأرضنا؟ مثل جنة كانت، لحد ما صار عزرائيل يزورنا. أول شي مات عنا قاسم، بعدين كرم ابني الوحيد. ده ابني بفترة ماتت مورجان وأشرف، ما ضل حدا. ها؟ أشرف؟ أشرف يلا ابني، يلا يا بطل، ضربه، أعطيه، كبسه، هذا هو ابني المصارع البطل. يلا يلا يا نمر، ضربه طول عمرك أبو ضاي. قاسم، طالع لأبوك. ابني، عشت يا بطل. ابني أنا، برافو عليك، أعطيه. يلا ابني، كبسه، ما تتركه ابني، مثل ما علمتك. اضربه، شكله ايده. ضربه، يلا عليك، ضربه. أخ يا أبو ضاي، ضربه. تحرض ابنك. ايه هذا اللي بدي اياه منك؟ ضربه من ايده، أكتر، أعطيه. له ايده، يا عين عليك. أصدي. يا بطل، شايف ابني شو عم يا ابن البطل؟ يلا يضربه. لا روح، لا ما تتركه، يلا كبسه. برافو قاسم، ايوه هذا هو، هذا ابني، هذا هو البطل. يلا يا ابني، يلا ضلي عم تضربه، خليك عم تقتله، خليك عم تقتله. ايه كمان كمان، مثل ما علمتك، اعطيه. برافو عليك يا ابني، ايه هيك دربتك انا. يلا، مثل ما انك شايف انا تعودت كل يوم هيك بيجنوا شوي على اولاده وبعدين بيرجعوا بيسكتوا. احيانا بالليل بتجيهم الجنونه. هذا هو الشغل، اكثر رح تفوز. برافو عليك، ايوه كمان ضربه، ايه ضربه، ماشي ضربه، ماشي ماشي ماشي، اكثر. يا حكم مو هيك، يا حكم مو هيك، يا رضاي، يا سمعي، يلا ضربه، يلا انتصرنا، يلا فزنا. ايه هذا الحكم مو ضابط، هذا الحكم عالمي، لازم ابني اللي يربح. صار لي ابني اللي لازم يربح، تفوز. هذا الشيء ما بيصير، برافو عليك، لا ما بعرف شو ساووا بحياتهم لحتى الله عم يعاقبهم بهذا الشكل. مين بيعرف شو عاملين خطيه؟ بس شو عم يساووا؟ هلا بيكونوا شايفين اولادهم قدامهم. من لما كبروا اولادهم شوي كانوا يعلمون على المصارعه وهن يتفرجوا. يلا يلا يا صديقي، بسرعه، يلا فوز، اضربوا اكثر، تعس عليه، انت اللي راح تفوز له. وحش يا ابني، لا تخسر، يلا تصير، يلا 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 يلا، برافو برافو برافو، راح تفوز، يلا 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 سبع كمان سبع، اكثر اكثر عليك يا ابني، ربطه ربطه على انا، لا ما عاد عنه، لا ما عاد عنه، من تحت يلا انا بدي اضربك، حاضر يلا ما عاد عنه، لا يلا يلا يلا
شوفي ما احلى شوفي قاسم رح يفوز. أفكار برافو عليك. إيه لا خلي بعد عنا على الأرض تقربوا على الأرض مو هيك يا حد مو هيك يلا أبني أبا ضاي يلا يلا تصرنا يلا بزنا يلا هذا الحكم مو ضابط هذا الحكم يلا لازم لا بعد عنه لا بعد عنه يلا يا بطل برافو يا ابني قوة من هيك بدي قوة برافو يلا يا قاسم يلا يلا ابني قاسم تروفو يا عين عليك يلا 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 شو بابا يلا قاسم يلا برافو عليك انت بطل يلا قاسم يلا قاسم تعال يلا يعني ما في احلى من الاولاد مثل الرزقه بالبيت يا اولاد شبكن انتو يلا يا قاسم يلا يا قاسم يلا 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 يا عيني عليك والله انك بطل وابضعك الله يخلي لي اياك قديش حلوين مع بعض بتمنى من قلبي شوفون احلى شباب بالدنيا كل ما ابني الاولاد وشوفي الرجال شو عم يساوي يا عيني هيك ما احلى يلا يا ابني حلال عليك لا توقف يلا انت البطل يلا شو يا زلمه شو ابنك طلع على معقوله شو بطل هو هلا بده هو عم ياخذ قدر طلع ابني عم يلعب زهر هذا الحكم غشاش بتدعى ابني ما بيشوف طول عمره بيصرخ ما في اول جمله والله الحلال يلا ابني يلا اضربه شبك مو شايف انك عم بيلعب هلا شوفي شو عم تقول ما بعرف شيء عم يلعب ابني ما غلط باللعبه لازم يلعب هيك هو اكثر حتى يربح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم يلا قاسم رح تفوز يلا وسهلا تفضل عو شوف الاولاد كيف عم يلعبوا اهلا وسهلا يلا يا بطل يلا يا قاسم يلا انت البطل يلا اشرف شوفي اشرف شو صار لك قلي ايدي هالغبي وقعني حاجتك بقى بكفي كذب يلا قوم يلا تعال عطول بتساوي هيك واحد كذاب يلا ما بتعرف تلعب ليك كيف ايدي صدقني هالمره رح حاسبك انا ما بيطلع لك اخوك عطول هيك بيساوي فينا كل مره بيحس حاله انه بده يخسر بيجي بيوقع ما تزعل اكيد رح تفوز عليه المره الجايه كثير عم توجعني هيك خف الوجع لا ما راح يا إبراهيم أنت فكرت منيح؟ والله هالمدينة شيبتك إيه والله هالحياة أخذت مني أكتر ما تعطيني لا بطلع ولا بفوت ولا بعرف حدا حتى جيران ما عندي شي طبيعي إنه أنا أتغير لمين تارك هالأملاك؟ بدي بيعن ما بقى في شي عم يعبي عيني ما قلي نفس على شي بهالدنيا اللي شو رأيك؟ أساساً أنت في إلك دين علي حط السعر يلي بيناسبك وخده لا مستحيل هالشي يصير ما بتناسبنا ابدا اراضيك والله اخي معه حق عم يقولوا العالم انه الدوله اخذت لك كل الاراضي بسبب الدين اللي عليك واذا جاي عم تحكي هيك كرمال الديون فنحن مسامحينك انسى انه عليك دين اعتبر هالمصاري صارت عليك حلال يلا ليك ابنك عم يخبص ليك كيف عم يوقع هذا ابن السبع ابن ابوك والله حبيب قلبي شايفه شايف ابنك هو اللي عم يضرب ابني شايف ليك من قدامك فضل فضل ابنك اللي بلش خلاص يا اشرف علينا هيك ما بصير هيك بعد عنه بعد عنه بعد عنه قل له لابنك بعد عن ابني ما بكفي انه ابني اللي فاز خلاص بعد عنه يلا اهدى انت وياه يلا اعطيني قاسم يلا برافو عليك يلا فازنا يلا يلا على الارض اشرف وهلأ خلصنا راحت الجنونة هلأ بيهدوا ما بقى نسمع صوتهم أبداً لحتى يرجعوا يتذكروا أولادهم إيه
شلون عايش معهم؟ والله مو معقول. والله أنا بحبهم كثير، ما بقدر أتركهم، مع أني كل جمعة بخلي الشيخ يجي يقرأ. هاد دين أبي. لك لا تقتله، لك ابني. ما في داعي، ما عنا حدا ياخذهم مثل مو شايف. روح عطيهم لشي حدا يكون بحاجتهم أكتر منا. والعمر لك. ايه شو عم تساوي باسطنبول؟ انا رئيس مجلس الادارة بشركة. ان شاء الله مرتاح. طمني، الراتب عالي مو هيك؟ ايه صح، الحمد لله. لمين هالقبور؟ هدول قبور اولادنا. ابني معهم كلن. احكي لي القصة. رح تسمعني؟ أكيد طبعا. من زمان كتير كان في منيب أوغلا بيملك أكتر من 700 بيت بالمنطقة عنا طبعا، وما عدا أراضي ومساحات كبيرة وأكتر من 1000 شجرة يلي بيعطيهم اسم الجوز وكمان اللوز والزيتون. كانت ريحة شجر الريحان عنده مثل المسك. الرزق والبركة كان رب العالمين عاطياهن كأنه معيشه بقلب الجنة وهو على الأرض. حتى كان عنا ملائكة صغار بهداك الزمن. ما كان عندهن جناحات، بس صدقني كانوا ملائكة. ايدك لسه كتير عم توجعني. جبت لك الدواء، اعطيني ايدك شوي. اه ليش عم تبكي؟ ما في شيء ايدك. قلت لك عم توجعني كتير. لا عم توجعك ولا شيء، انت زعلان لانك خسرت. لو ما وقعت ما كنت خسرت. ما تبكي، خلص بكفي. حتى لو خسرت رح ضل بحبك. ليش عم تبكي؟ ما عم ابكي. لكن شو هي؟ رجلي عم توجعني. بدك يعني دلكة؟ لا رح توجعني. ما بتوجع؟ لا مبلا. تعال خليني امسكك شوي. لا معيب عليك جرح صغير عم بكي؟ عم توجعك؟ اي والله. تمام مو مشكلة، هلأ بخف الوجع، ما تخاف. لو انه ما وقعني. خلص مو مشكلة، ما تبكي. كيفك نعمان؟ والله الحمد لله. واحد عم يبكي من هون والتاني عم يبكي من هنيك، هذا بيقول ايدي وهداك بيقول رجلي. مشان يتعلموا انه الفوز مو سهل. ايه الحياة صعبة هيك بدها. ايه قديش اكلت قتل انا وصغير عادي. ايه كلنا هيك، ابي كان يضربني لما كنت اخسر. فوق الموت عصة قبر، بس شفت كيف خلاك تصير رجال صح؟ والله كان قاسي الله يرحمه، معي حق. ايه اكيد. والله خايفة شي مرة تنكسر ايده او رجله للولد. ما في شي، لساته صغير، خلصنا بقى. سمعتوا شو عم يقول؟ بكرة بتشوف كيف انه انا اللي معي حق. تركي للولد، لك شو بدك فيه؟ شبك يا عمتي، فيك شي؟
لا بس بطني عم يوجعني، بدي روح أتسطح شوي. أختي ليكني عم سخن مي، رح روح وجيب لك ياهن. امشي معي لجوا تعي. معقول لهلا ما أخدت على الدكتور؟ ايه صح والله هملتها، تأخرت كتير. قديش إلها هالمرة عم تتعذب قدامك؟ من لما خلفت مرجان. أحسن شي الله يشفيها ويستر عليها. قلت عادي بس لهلا ما راحت، النسوان ما عاد يفيدونا. والله أمي خلفتني وهي وعم تحصد، غير هيك قطعت الحبل وفوقها حملتني ورجعت كفت شغلة عادي. كانت تضل تحكي فيها، مو مثل نسوان هالأيام. حرام عليك مرتك مرضانة. ليك من وراء أهمال أهلنا ضلينا ولدين بدل خمسة. لك ما بقى تعرف تسكت وتخليني كمل هاللمتين يا خيري. بكرة الصبح رح أخذ على الدكتور يشوفها. خذوا خذوا مسكوا. ليك شو حتي أنا سمعت منهم. خذوا خذوا. يلا لموا بسرعة، رح لما أكتر يلا يلا لموا بسرعة. يلا أسرع أنت كمان. يلا أي راسي يا زلمة. بتستاهل. لك ولا ولا بعدولي عن شجراتي. وعب تسروا يا أولاد. يا عيب الشوم عليكم. ولك والله لكسركم، جاي عليكم جاي. ناصني أولاد أنا. ولك ولا لا تهلوا. تعال شوف لهون. ولا يا عيب الشوم عليكم. يلا ودكم. يلا ودكم. الله يوفقكم. تعالوا أنا بورجيكم. اليوم رايح لعند أهلكم لخبرون. والله لكسركم. نزعتولي الشجرة. وين هربانين؟ تعالوا تعالوا لهون. وين بدكم تهربوا؟ بس خليني أمسك. ما بتعرفوا تنضبطوا، حرقتوني الشجرات. انتوا تشوفوا ولا تعال هون ولا جيت لكم. وينكم؟ وين بدكم تهربوا؟ بس خليني امسك واحد فيكم. لك يا سعدين يا ليلى الدرزاية، ما عندكم اهل. تعالوا هون خليني امسككم. تعالوا هون خلصوا انتم اياها. لك وين اهليكم؟ ما يضبوكم. تعالوا لهون. أوف يا الله معدتي عم توجعني. وأنا كمان ومنفوخة. أكيد رح توجعكم من كتر الأكل. على أساس أنت ما بتوجعك. شوفي شوفي. تعالي لهون ولا تعالي هون ولا تعالي لهون. لك والله اذا بمسكتون. تعالي تعالي معي تعي. على مهلك على مهلك. شو صار لك اختي؟ شو على مهلك؟ انتبهي. يلا فوتولي السيارة لجوا. معافاي. تحملي شوي اختي، الله يخفف عنك. حبيبة قلبي اتحملي شوي. يلا. على مهلك يلا حبيبي. وصلنا تمام.
يلا تمام شوي شوي ما عاد تجيب أولاد. يلا وصلنا تعالي يلا تحملي شوي تعالي تحملي تحملي تعالي على مهلك فوتي يلا يلا فوتي فوتي تعالي تعالي هذا اللي كاتبه الله في سرطان ببطنه يلا يلا بس يا حسين عندك اولاد مثل الشمعه المره دوره تخلف ما عادت تنفعني لشي اوعك ما تخليها تسمع كلامك رح تزعل مو فارقه معي انزعلت ولا لا وانت خليك بحالك كمان خير يا سيد صاير شي لا ما في شي يا نعمان ما في شي يا نور عيون أبوك أنت أملي الوحيد بهالدنيا ذهبي الغالي الله ما يحرمني من هالنومة الغالية ما عندي أغلى من عيونك بالدنيا كلها ما تنسى هالشي بحياتك الله يخلي لي إياك سند الولاد صاروا بسابع نومة ما تاكليهم بس انت منيحة؟ يسلموا أمينة يلا روحي على بيتك تأخر الوقت ما تزعلي الله يوفقك الله ما بينساكي شبك حسين؟ ما بدك تنام يعني؟ ماني نعسان والله أنا ما دخلني بهالشي لو إنك بس تحس بوجعي حاسة بطني عم يتقطع روحي وخدي دواكي تصبح على خير ما بدك تجي تنام جنبي؟ بعرف ما بقى رح تفوت على الغرفة حاجة بقى حكي آخر هالليل والله مو طايح حالي حلي عني يا مرة مثل ما بدك انت بس ما كان بدي تتخلى عني بمرضي يلا بطل يلا يلا خالص اسرع اسرع بقى
ليش كل هالقد متضايق يا أخي حسين؟ شو صاير لك؟ لك فترة على هالحالة. ما عم أقدر أطلع منها، ولك قلبي مكسور، ما لي نفس على شيء. شو بدك تساوي يا أخي؟ عندك حل يعني؟ شف لي إياها كيف التوى ظهرها بشهرين، ولك كأنها ختيارة. والله حرام عليك. بشو حرام علي؟ يعني هاد من الله؟ معقول يعني تعارض قدرك؟ طبعا لا. لك انت بس شاطر بالحكي، ما رح تحس فيني. تاني يلا ما توقفوا، يلا يلا. هي قاسم، يلا سبقوا. أيوة كمان كمان. أشرف 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 يلا يا أشرف، يلا يلا أشرف، أشرف يلا أشرف، يلا أشرف، يلا قاسم. أشرف هو اللي رح يفوز. يلا يا أشرف سبقوا لقاسم. قتي أنتي خرجتي. أشرف هو اللي رح يفوز. قاسم اللي رح يفوز. هلا رح نشوف أشرف هو اللي رح يفوز. مو على كيفك. قتلوا انتو هيك بقلب المي. خرسي بكفة صرخة علي. شو قصدك انتي؟ اشرف 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 قاسم. اشرف هو اللي رح يفوز. يلا اشرف. لك والله هدول الشباب رح يجننوني. ولك ولك لك بكفي. يلا 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 بقى يا اشرف. عشان ضيع وقت بلحنا معه. اشرف 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 استنى انت رح تفوز اكيد. اشرف بعدي ولا قسم اسدلك بالمي. اشرف يلا فوز. قاسم حشطر بيني. لك بعدي عني بقى. اشرف 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 قاسم شو صار لك؟ يلا يلا قاسم يلا هيك. يلا لك كمل. اف اف تعبر قلبي يا قاسم. شو قلت لك انا؟ ليكي ليكي هاي قاسم يلي شوفي فاز. انا يلي فزت. انا بورجيك. يلا اطلعوا من هنيك خلصونا. والله رح تموتوني من الضحك. عمي طلع عليه. والله شكله بضحك. ايه بكفي. اللي بقى شو هالتياب الداخلية الحلوين يا قاسم. والله مو معقول. هلا بدك تمشي الضيعة كلها بتيابك الداخلية يا عيب الشوم. تركوني تركوني الكود يلا بسرعة. ايه هلا بتبرد مشانك انا. لك الله يلعنك على هالخجلة. Thank you.
ليش زعلان؟ شو أول واحد بيخسر؟ هي بقرة. بعدين يعني ما راحت لعند حدا غريب. أنا ماني زعلان على البقرة، بس أنا كتير خجلت قدام شيراز. ما تشيل ببالك، أنت رجال. بعدين اسمع مني، النسوان ما بنعطوش. أنا بعرف شو بدي ساوي بأشرف. رحت وخلص خدمتك بالجيش ولهلأ لسه ما كبرت. شايف هالولد؟ ليش صافني؟ شو صار لك هلأ؟ لا ما في شي، سلامتك. انت ما عم تعطيني وش. صديتي لي نفسي، والله ما انك معقولة. ليش هيك متغيرة؟ من لما مرضتي صرتي بومة. ليكي بالأخير أنا صبري له حدود. صدتي لي نفسي. يعطيك العافية. عنا 250 حيوان بدهم تطعيم. ايه وحضرتك شو ناطر؟ مثل مشايف طولوا ليوصلوا، لسه من شوي لأجت المواد. بابا والله اجت بوقتها يسلم ايديك يا بنتي. ولمين الباقي؟ لأخي ولأشرف. يا ملعونة. لك زوجهم بقى، والله بكفي هيك صافنين ببعضهم. تفضلوا. شكرا. عطيني إلي. لك عطيني. تعال هون حبيبي. لك خود يلا. لك تعال هون. قولتك صار الوقت. طبعا ومناسب كتير. كبيت علي كاسة لك ما نساوي عرس واحد. ليش خايف؟ والله هذا اللي ببالي. يلا مسكك. لك تعال. والله بتشرف فيكم. لك تعال عندي. خير ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله بيصير هالعرس على خير. ان شاء الله. أمينة وينك انت؟ ايه اعطيني البشارة يا مرتي. خير؟ شوفي احكي لي. ايه ايه خير خير. ايه حسين اغا ايه راح يزوج اشرف من مرجان. ممتاز الحمد لله، وأخيرا رح تنبسط مرجان قد الدنيا. لا استني، لسه ما عرفتي كل شيء. شو لسه فيه؟ رح يعمل عرس للاثنين، قاسم وشيراز كمان. لك وأخيرا، وأخيرا رح نتزوج. لك وأخيرا. رح نتزوج يا ربي. مرجان مرجان مرجان، واخيرا يا مرجان مرجان رح نتزوج انا وانتي سوا، رح نتزوج والله العظيم. واخيرا 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 والله هدول جنوا. واخيرا واخيرا رح نتزوج. واخيرا واخيرا الفرحه قامت. رح نلبس فستان. مبروك مبروك يا اشرف ابن عمي. والله ما بعرف شو بدي احكي من الفرحه، ما لي مصدق. رح اشتري فستان. والله رح اشتري لك احلى فستان بالعالم يا شيراز. بعدولي بدي روح لعند حبيب قلبي. موهب عليكي. لك قديش خجلتي لابن عمي شبه. جاهز ابن عمي لنشوف مين رح يسبق ويجيب الفستان اول. يلا امشي دغري لنشوف. والله شكلك حابب تخسر مره ثانيه. ليك أخي خلينا نعمل تحدي قبل ما نشوف الفستان. ماشي؟ ما نمسد أنه رح نتزوج وأخيرا رح يتحقق حلمنا. ما بدك تسابقني؟ ايه بس هاد ليش؟ هالموسم لمعلمي بالجيش أعطاني يا ذكرى من العسكرية. والله إذا سبقتني أعتبر هالموس صار إلك. هو هو يا ابني لسه ما تزوجت لحتى تأخذ إذن مرتك، ما بيصير. الرجال هو بيقرر شو بده يساوي بالحياة. يلا لكان. هدول حقيقياً يلا رح يتسابقوا. خلينا نشوفوا. خلينا نشوف. ما رح تفوز أشرف لأنه ما فيك تغلبني. أحسن ما تحكي، فرجينا كيف رح تسبقني. Oh, my God.
مش راح من هون. هالدلة خطيرة كتير، امشي. تعالي. قاسم وين رايح؟ رجع، التلة خطيرة فوق. مفكرني جبان مثلك ولا؟ برأيي جهز حق الفستان. قاسم وقف، ليك أنا استسلمت وخسرت وانت اللي ربحت. قاسم ارجع لهون، ارجع يا قاسم. خلاص أنا اللي خسرت. قاسم لك ارجع يا قاسم، استنى قاسم. قاسم وقف، مثل ما بدك أنا خسرت. عمل لك نزيل أخي، خطر التلة فوق. لا تصعد اطلع فوق. لك يا أخي ليش عم يطلع فوق؟ قاسم بلا جنان. قاسم أخي ارجع. نزيل يا قاسم. أخي بترجعك تلا. تعال نزيل بكفي. تعال نزيل، التلة خطيرة يا قاسم. شبك أنا كنت عسكري بالجيش ونسيت يعني؟ قاسم عمل لك نزيل. قاسم وقف عند قاسم. نزيل يا قاسم، يا قاسم نزيل وقف. نزيل يا قاسم نزيل. قاسم نزيل وقف عند قاسم. عمل لك نزيل. خطر التلة فوق. لا تطلع. وقف عند قاسم. قاسم كتير يا قاسم. تعال نزيل بكفي. التلة خطيرة يا قاسم. عمل لك نزيل. خطر التلة فوق. عمل لك نزيل. احنا كتير خايفين عليك. انزل بقى قاسم. قاسم بترجاك. قاسم انزل يا قاسم. يا قاسم انزل وعيب. قاسم انزل يا قاسم انزل. ايه انا اللي بيسموني كل العالم قاسم البطل. قاسم قاسم لا لا قاسم. خلص يا اختي بكفي هيك، بكفي يا اختي. طولي بالك. لا تعملي هيك اخي مات. طولي بالك اخي مات. انا قلت له انه انت ترجيت مشان ينزل من التلة، ما رد علي. قلت له لا تطلع على التلة. قلت له انزل رح توع. والله ترجيته، ضليت صرخ وما رد علي. قلت له لا تطلع على التلة كثير خطيره وما كان يرد علي يا عمي. والله قلت له ما سمع كلامي. صدقني قلت له خلص قبلك، انا خسرت بالسباق. نزيل بحلف لك يا عمي. قلت له والله العظيم. قلت له يا عمي وحياة الله. قلت له بس ما رد علي. قلت له انه التلة خطيرة. والله والله قلت له انه التلة خطيرة يا عمي وحياة الله. بدي ابني، بدي ابني دخيلك يا الله. ابني دخيلك يا الله. بتساعدك الله يكون بعونك يا اختي. دخيلك يا الله. حرام عليك. طولي بالك. الله يصبرك. حيطلع عليه ولد. بدي ابني رجعوني. دخيلك يا الله. والله ما رد. راح انزلها. والله العظيم ما رد. بدي ابني، بدي ابني. دخيلك يا الله ابني. اه يا الله. يا أختي طولي بالك. لا تعملي حالك هيك. طولي بالك. الله يعينك يا أختي. وقف معي. خلص طولي بالك. طولي بالك. لا تعملي بحالك هيك. طولي بالك. الله يصبر قلبك. الله يصبرك. الله يكون بعونك.
قاسم كرمال الله. خلص اهدي بنتي بخيلك اهدي. قاسم ماشي ماشي يا بنتي. لكي اهدي بنتك يا حبيبتي. بدي اروح. لا تعملي بحالك هيك يا بنتي. خلص اهدي. طولي بالك شوي اهدي. خلص يا بنتي يا روحي. اهدي يا عمري. ما بتركك اهدي شوي بنتي حبيبتي. لا لا اهدي شوي. انا لازم اروح معه. دخيلك يا بنتي لا تعملي هيك. ما بقدر بدونه يا عمري يا بنتي. قاسم راح تركني. ما بقدر. طلعي طلعي لفوق. تعي قاسم راح. طلعي طلعي لفوق على السما. طلعي اهدي شوي اهدي. وينك؟ أنا بدي أروح لعنده لقاسم. اهدي شوي اهدي يا روح. ليك هو بالسماء. قاسم راح نور عيون يا خيري. كسر ظهري. هو كان كل شيء لي بالدنيا وكان روحي. وأنا انتهيت انتهيت. يا ربي رجع لي ابني لحضني. يا ربي رجع لي روحي وعمري. يا ربي قاسم وين رحت يا ابني؟ وين يا الله بدي ابني؟ يا ربي بس بدي ابني. امي امي قاسم امي شو صار لك يا ربي؟ امي دخي لك يا ربي. خلص اهدي امي امي وين رحت يا عمتي جيبي موضوع. بترجعكي اهدي. انت قتلته. انت هو قتله. اشرف هو اللي قتل قاسم. انت اللي قتلته. انت انت مجرم. انت مجرم. انت قتلت قاسم. انت اللي قتلته. ايه قتلته. انت قتلت قاسم يا اشرف. انت اللي قتلته. انت 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 اللي قتلته. انت انت دفشته. انت اللي وقعته. انا شفتك وقعته. كيف بتضل بتتسابق معه؟ كنت دائما تتسابق معه وكنت دائما تغش. انت اللي وقعته. انت مجرم. انت قتلته. انت اللي قتلته لقاسم. هو قتله. بنتي شو صار لك؟ هو دفشه من التلة. انا كنت هنيك. بنتي انا شفته لما دفشه. وانت كمان كنتي هنيك. يلا قلي لهم. شيرازة انت عارفانة شو عم تحكي. هو دفشه ووقعه. هو اللي قتله. انت 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 قتلته. هو دفشه. ايه هو هو القاتل. هو قتله. انت ما كنت تحبه ابدا وكنت تغار منه وبيعمرك ما حبيته. هالحكي مو صحيح. انت مو عارفه انا شو عم تحكي. قاتل قاتل قاتل. وقفي يا بنتي وقفي. خلص اهدي شيراز. اهدي بنتي يا بنتي. بترجاكي يا بنتي. هو اللي قتله.
قتلوا شيراز. انت شيراز 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 قاسم كان مثل أخي صدقيني. أنا قلت له لا تطلع، قلت له هو فايز، قلت له استسلمت بالمسابقة. ليش عم تطلع علي هيك؟ هاي مو الحقيقة. أنتوا جنيتوا لتصدقوها، قولوا إنه عم تصدقوها. لك معقول أنا أعمل هيك؟ وانت مو مصدقتيني؟ يا ريتني متت انا. روحي يا أمينة، روحي، روحي على البيت. يعطيك العافية. تسلم أخي. أشرف، أشرف، أشرف حبيبي. حياتي. شايفة كيف يتغير كل شيء بلحظة واحدة يا مرجان؟ ليش مين في إنه يغير القدر يا أشرف؟ هاد مانو قدر. كنا رح نعمل عرسنا، قلنا إنه بس الموت بيفرقنا وما صار هالشي. شو هالدنيا الظالمة هاي؟ الله يلعن هالدنيا، الله يلعنها. معقول يا ابني؟ انت ما بيصير تحكي هيك، حرام تقول هالحكي. الكل عم يطلع علي وكأني عدوهم، ما بعرف انا شو عملت، ما حدا حاسس. بدل ما يقولوا الله يعين أشرف ومرجان عمصيبتهم. دخيلك يا أمي، حسي فيني، أنا مو بنتك، أنا ما فيني أعيش بدون أشرف، والله بموت بلا، ما عاد فيني أتحمل. بيهون عليك إنه تخسري بنتك. وانتي عم تلومي أشرف وما له ذنب، وانتي عم تظلمي، حرام عليكي. أمي ليش ما عم تصدقيني؟ بحلف لك إنه ركضنا وراء لأخي، قلنا له لا تطلع وصرخنا، قلنا له لا تروح. وبعدين مع هالحالة يعني لأيمتى بدك تضلي تشيء إغراض البيت هيك؟ يلا قومي انقلعي من هون. الله يعيني ويعطيني الصبر. شو بدي أعمل مع هالمجنونة؟ كيف بدي أتعامل مع هالبنت؟ يا ربي يا رب تعطيني الصبر. طلعي البيت كيف صار، شوفي الحالة اللي وصلنا لها. الله لا يسامحك يا أشرف، ليك شو صار فينا وكله بسببك أنت. الله شو ما عمل فيك وعاقبك قليل عليك.
يا أخي أنا حاسس بوجعك، بس ما بصير تعمل بحالك هيك. حاجة أخي لازم ترجع لحياتك. كنت بدي حاكيك مشان موضوع مرجان وأشرف. الحياة بدها تستمر يا أخي. هالموضوع انتهى وانسى، ما بيناسبني. هو قال ما بيناسبه؟ الأمور كانت ماشية تمام، شو تغير هلأ؟ حاجة تضغطوا علي، قلتلك ما بده، ما رضي. والله شي حلو، الزلمة ما وافق. وأنا الغلط، بس سأليلي ما فهمت أمي. أنا وأشرف كنا رح نتزوج وكلكم كنتوا بتعرفوا هالشي. بترجاكي ساعديني يا أمي، بترجاكي أحكي مع أبي. أمي 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 بترجاكي ردي علي، أنا ما فيني أعيش لحظة بدون أشرف. أمي مستحيل، ما فيني أعيش بلايا أمي، أنا بموت. ما بقدر أعيش بدون أشرف يا أمي. يا ربي دخيلك يا ربي ساعدني، انت بتعرف كل شي وشفت كل شي، ساعدني انا واشرف نكون مع بعض بترجاك، مالي غيرك يا الله. عمي عمي بترجاك تسمعني شوي يا عمي، صدقني انا ما عملت شيء. قاسم قاسم كان اكثر من اخي مرفقي، وتمنيت لو انا متت ولا صابه اي شيء. والله شاهد على كلامي، قلبي احترق عليه اكثر حدا بهالدنيا، وانت بتكون عمي وبعتبرك مثل ابي، وبعتبر حالي ابنك مثل قاسم، وبدي تعتبرني مثل ابنك. يا مجرم مجرم، انت بأي وجه لسه جاي لعنا يا مجرم؟ عمتي جورية. فشرت، انا ماني عمتك، طلع من بيتي يا وسخ واحد مجرم. يلا روح نقلع من بيتي، ما بدي اشوف وشك. بوس رجليك، بترجاك لا تقلعيني يا عمتي، انا مالي مجرم، بترجاك اسمعيني، صدقيني مالي ذنب. الحقوني ساعدوني يا عالم، الحقوني. شيراز راحت، البنت راحت. شوفي شيراز شيراز، اطلع الحمد لله. شيراز 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 شيرا
لك يا شيخ يا لطيف يا جيران يا لطيف يا لطيف يلا بسرعه لك بدك بسرعه اعطيني الفاس بسرعه شيراز 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 يا بنتي شيراز ولا قوه الا بالله شيراز لا تترك يلا يلا ناويه بسرعه اطلع على الحمل شيراز يا بنتي لا تفوتي لا اطلع على شيراز نزلوه على مهل شيراز المعي انا لا حول ولا قوه الا بالله شيراز قومي يا شيراز يا بنتي يا الله يا شيراز ليش كامل شيء لا ليش يا شيراز لا ليش عملت حالك يا روحي يا روحي لك ليش هيك عملتي ليش يا بنتي ليش هيك عملتي لك بنتي ليش يا رب انت يلي قتلتها انت السبب بموتها انت يلي قتلت بنتي شيراز كل شيء صار معنا كان بسببك انت السبب بموتها كل شيء صار لبنتي بسببك انت السبب بموتها وبدي موتك كمان مثل ما قتلتها انت صار لازم تموت انت قتلت بنتي شيراز بسببك انت هي ماتت انت مجرم وقتلت بنتي شيراز وكل شيء صار كان بسببك يا قاتل يا مجرم انت يلي قتلت بنتي امينه لا تتحركي والا راح تموتي قسما بالله بوصك وبقتلك امينه خلص لا تعمليها اتركيها من ايدك شيراز ماتت ما عاد في شيراز باليوم شيراز ليش يا روحي يا عمري انت يا شيراز اهدي اختي هالخراك بترجعك لا تعملي بحالك هيك خلص يا اختي طولي بالك بنتي شيراز يا صديقه خود روّل ليش ناديت لي؟
خلاص اسم عائلتنا انتهى يا مرة. أنا انتهيت وراح اسم عائلتي معي. كل هالمال والأملاك والأراضي لمين رح يضل كل هاد؟ وبنتنا مرجان رح يجي يوم وتتزوج، واسمي لمين بيضل؟ ونسبي مين رح يخلفني؟ جبت لك ابن كان مثل السبع، بس هاي إرادة ربنا. بدي ابن يخلفني، بس أنا ما عاد فيني. أنا ما بدي منك تخلفي لي، رح أتزوج وحدة تخلف، وما في عندي أي حل تاني. ما بيكفيك يلي عملته فينا؟ أخذت ابني مني، وشيراز ماتت بسببك، وهلأ بسببك جوزي رح يبعد عني. كل شي عم يصير فينا أنت سببه. يا ريت كانت إيدي مكسورة وما ضلت اشتغل هالشغلة، وهالبيت ما عاد ينسكن وصار مهتري. لا قدرنا نطلع من هون وضلينا فيه غصب عنا، وبالآخر شو نابنا منه؟ يا ريت انكسرت إيدي وما كنت عم رتب هالتخت المهتري. شو الفايدة من هالحكي؟ بلا هالحكي الفاضي وخليك ملتية بشغلك. انتو الرجال مثل بعضكن وكلكم بتفكروا بنفس الطريقة. العمى شو بتحبي تلعي؟ صحيح يلي سمعته خالتي؟ قولي لي صحيح يلي سمعته؟ صحيح انه ابي بده يتزوج على امي؟ روح نزه الأغراض. ماشي حاضر أخي. Thank you.
شرفتي بيتك يا بنتي. يلا يلا ملكة ترحكي. فوتي بنتي. يلي صار مو منيح، آخرة هالزعل رح يقتلنا. بدعي من الله إنه ما يصير شي لابني أشرف. يعني أنت ما بتعرفي غير تفاولي يا مرة؟ يعني عاجبك يلي صار؟ تقول نزلت علينا لعنة من السما وبتحس إنه رايحين لنهاية سودة. يا مرة سكتي، روح تشاطر وعيط على معلمك. ليكك مو حليت المشكلة تبعه؟ بلا صوت اسكتي ولك. بترجاك لا تضربني دخيلك. تعالي خلصي، وقف بوس ايدك. شو بدي اطلع منك يعني؟ قلت لك جيبي لي شيء اشربه، العي جيبي لي شيء اشربه، يلا روحي جيبي لي شيء اشربه. ولكن العب لك
برأيك هلأ هن مع بعض؟ بكفي إنهم نايمين جنب بعضهم ونحن عم نموت هون. وأنا شو طالع بإيدي يا مرجان؟ خلينا نهرب يا أشرف، نحن لازم نهرب. بابا ما عاد همه أي حدا أبداً، وأمي صارت مثل المجنونة وما حدا حاسس فينا. وكيف نترك كل شيء؟ يلعن هالعيشة، ليش شو ضللنا؟ في أنت يا مرجان، بس ما عاد نشوف بعضنا إذا ضلينا هون. وكيف بدنا نتركهم؟ هنن رح يضلوا بقلوبنا. ليك هي كانت لقاسم، وأنا خليتها معي من وقت ما مات. خدها خليها معك. اليوم المساء كوني جاهزة. رح كون جاهزة. بيجي بالليل واستنيني ورا البيت. ماشي رح أنترك. شو عم تعملي بنتي؟ عم اغسل غسيلات. هدول تياب زوجي، مبارح كب عليهم عصير وتوسخوا شوي. إيديك كتير حلوين مثل القطن. قديش عمرك يا بنت؟ 16 سنة. هالإيدين ما بيستاهلوا. روحي اعملي فنجان قهوة وأنا رح أغسل الغسيلات. أنا لا تكتري سكر بالقهوة. أنا ما جيت لهون بكيفي، وأنا كنت بحب واحد تاني. وأبي بعني مشان جرار وتورين مشان زراعة، وما قدرت أعمل شي لأنك مرأة وما إلك حق بأي شيء. خرسي يا بنت، خرسي، اسكتي، والله بدي موتك. دخيلك لا، خرسي وعك. بترجاك دخيلك لا تضربني. لك لسه عم يطلع صوتك؟ كرمال الله لا. بدي دعوسة. يا بيك، حسين بيك. افتح يا بيك، افتح حسين بيك. شو صار لك خير؟ شو في يا بيك؟ في واحد بده يشوفك. نحن وقعنا بورطة. اذا انت وقعان بورطة انا شو دخلني؟ وليش عم تقول نحن يا رشاد؟ أخي طلع في ولد مجنون بحب البنت اللي جبتها، ولما سمع هرب من الجيش. لكن أنت شو عم تحكي؟ والله ما كنت بدي أحكي، بس موتني من الضرب وخنق اثنين موتون، وهلأ جن جنونه. اللي عمل هون يا واطي؟ ارمولي يا لهذا الندل برا مزرعتي.
قوم لشوف. سيدي أنا جيت نبهك، هو جاي وحاطط الشر بعيونه وجاي بده ياخذ البنت. يلا يلا نقلع. بتروح بتخبر كل الرجال، بتخليهم يتسلحوا وبتقلهم يقوسوا أي شي بيتحرك. حاضر يا بيك. طلع عندك عشي يا بنت؟ يا كلبي. لا يا سيدي لا، بترجاك يا وسخة. والله لا تضربني. جاي بده ياخدك ما؟ وسيدك لا. والله لا اطلع بروحك روحه. الزلمة يلي بيفكر يقرب ياخدك من عندي رح يطلع جثة من هون. والله لا موتك واحسب الله ما خلقك. بترجاك خلص. سكري تمك يا كلبي. تعال سيدي، شفت شي هنيك؟ كأنه خيال حدا. إلا تتسرع، خليك منتبه، ممنوع تقوس إذا ما أنا قلت لك. نعمان أنت روح حروس هاي الجهة. حاضر يا بي. تحرك وانتو تعالوا. حاضر. أوسو. لا يا ترى أي رصاصة منهم قتلتك يا أشرف؟ ما كنت بعرف إنك أنت، بس كلياتنا قوصنا عليك. يا ريت انكسرت إيدي وما كنت ضغطت على الزناد. طيب ومرجان شو صار فيها؟ مرجان هالطفلة المسكينة قلبها ما قدر يتحمل كل هالألم. أشرف
أشرف ابني يا ربي دخيلك أشرف ابني أشرف ابني ابني أشرف, أشرف. يا روح ابني. أمك أشرف 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 مولي يا الله دخيلك يا أشرف ابني أشرف أشرف ابني يا الله دخيلك أشرف حبيبي استناني أنا جاية معك أنا جاية يا أشرف أنا جاية كثير حزينة هالحكاية بالنسبة لألك هي حكاية وبالنسبة لغيرك يمكن خرافة بس هي حقيقة وعشناها يا ابني وشهدناها لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس